يبقى اول ايفنت المفروض يحصل عندي موضوع الهيباتوسبلينك شيستوزومايسيس. ليه؟ عشان الفكره كلها اضرب الكبد، اعمل بورتال هايبرتنشن بس هتبدا تتفتح لك البورتو سيستميك شانس، البيضه دي تهرب من البورتال سيركيليشن تروح على السيستم سيركيليشن تعملي الحاجات الايه السيستميك. خلينا بقى نشرحهم الاول وبعد كده هنتكلم ان شاء الله في الاخر على الهيباتوسبلينك افكشن دي. اولا بالهارزيال كور بالمونال. يعني ايه كلمه كور بالمونال؟ الموضوع ده مهم قوي. كور يعني هارت فيلر. بسبب مين؟ يعني فشل في عضله القلب. بسبب مين يا عم؟ بسبب البالمونال اللي هي الايه، بسبب اللنج. ايه اللي حصل؟ الكور بالمونال خلي بالكم فيه يعني نفس الكومبليكيشنز دي هنلاقيها تحت في الهيماتوبيوم، وهنلاقي معاهم كمان صوره الكور بالمونال. ايه الفكره؟ ان انا عندي الهارت هنا واللنج هنا، الهارت في رايت سايد والليفت سايد. المفروض الدم بيجي من الفينز من الجسم كله يخش في الرايت سايد اوف ذا هارت. الدم ده دي اوكسجينيتد، عايز اعمل ايه؟ عايزه احمله بالاكسجين. هعمل ايه؟ هوديه لللنج يحصل له اوكسجينيشن من الاير، وبعد كده يرجع تاني على الليفت سايد اوف ذا هارت يبقى دم حلو قوي اوكسجينيتد، وبعد كده ادخه للجسم عن طريق الاورطه. ايه اللي بيحصل؟ انه الدم اللي جاي من البورتال سيركيوليشن جاي بيحتوي على الاكس، الاكس دخلت من الفينز دخلت على الايه رايت سايد اوف ذا هارت، هتروح في اللنج تخش في ايه حاجه اسمها بالمونري ارتر اللي هو بيشيل الدم من الرايت سايد اوف ذا هارت يروح على اللنج يفضل يدخل. خلي بالنا البالمونري ارتر ده بيبقى كبير في الاول، بس كل ما تمشي فيه كل ما يصغر 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 لحد ما يبقى الايه الكابيلاري الصغنطوط خالص اللي بيحصل من خلاله الاكسجينيشن. خدناه بقى الكلام ده في الهيستولوجي. يبقى البيضه اللي داخله دي كل ما هي داخله في المين ترانك مش هيحصل حاجه، تدخل في برانشز اصغر فاصغر فاصغر تبقى ترابد تتزنق جوه. اي بيضه تبقى ترابد في اي حته يتكون حواليها جرانيولوما وفايبروزس، يفضل يحصل الموضوع ده. يبقى انا عندي هنا ايه المشكله اللي بتحصل؟ بالمونري ارتري فايبروزس وسكليروزس اللي هي ايه فورميشن اوف فايبروس تيشو عشان البيض اللي بيبقى ترابد جوه. طيب عمال نفس الكلام اللي حصل بالظبط في البورتال فين تحت، ان انا عندي كل ما بيمشي في البورتال فين يدخل في برانشات اصغر فيتزنق ويحصل فايبروزس والبرانشز دي تتقفل فجاه، الدم مش عارف اصلا يدخل الليفر نتيجه الفايبروزس اللي اتكون فيرد تاني في البورتال فين يحصل ايه بورتال هايبرتنشن. نفس الكلام بالظبط في البالمونري ارتري يحصل بالمونري ارتري فايبروزس. يبقى ايه المشكله اللي هتنتج عندي؟ مشكلة كبيرة جدا طبعا ان الرايت سايد اوف ذا هارت فيه الدم اهو دي اوكسجينيتد، حضرتك انا عايزة اعديه على اللنج عشان يحصل له اوكسجينيشن عشان ادخل الجسم. طب السكة دي اتقفلت، يبقى هنا المشكلة الكبرى هتحصل للاسف الشديد للرايت سايد اوف ذا هارت. رايت سايد ده بامب، عضلة القلب بتضخ الدم للرئة. طب السكة في الرئة اتقفلت، ايه اللي هيحصل؟ الرايت سايد مش فاهم، هو فاهم ان في اوبستراكشن فيبدا يعني يشيل حديد كتير لحد ما العضله بتاعته تكبر يحصل ايه هايبرتروفي للمصل. ليه يا عم؟ عشان لما اكبر العضله تضخ بقوه اكبر عشان محاوله مني اباي باس الاوبستراكشن اللي حصلت دي. بس ده طبعا ايه ده حمل، هيفضل يعني يحصل هايبرتروفي ويضخ الدم ماشي هيكومبنسيت في الاول بس في الاخر مش هيعرف لان السكه مقفوله تماما. يبقى يحصل ايه فشل في الرايت سايد، يبقى رايت سايد هارت فيلر. يبقى انا عندي كور اللي هو هارت فيلر رايت سايد مينلي بسبب اللنج اللي حصل فيها، تمام؟ وهنشوف صورتها تحت ان شاء الله. يبقى ايه بقى بالهارت يا كور بالمونري؟ الحاجات دي مهمه قوي في الام سي كيو. رايت سايد هارت فيلر نتيجه الفايبروزس اللي حصل في البالمونري ارتري. جاب منين الفايبروزس ده؟ من الايك ديبوزيشن. ات اوكورس في الشيستوزوما منسوني. امتى؟ امتى لازم عشان البيضه دي تروح لللنج اللي هي سيستميك سيركيليشن لازم يحصل بورتال هايبرتنشن، اضرب الكبد اوقف الدم اللي داخله عشان ارد ايه في الشانتس الكونكشنز اللي بتوصل ما بين البورتال سيركيليشن والسيستميك سيركيليشن. يبقى امتى يحصل الكور بالمونال ده يا شباب؟ لازم يحصل بورتال بريشر رايزز اللي هي بالمونري هايبرتنشن، زياده الضغط داخل البورتال فين. يالا عن السيستميك سيركيليشن، بحيث الدم يمشي من البورتال للسيستميك ايه من الضغط الاعلى للضغط الاقل عن طريق الشنتس. So the blood will pass بيعدي من البورتال سيركيليشن يروح للسيستميك across the portal systemic shunts which reach ايه organs كتيرة من ضمنها اللنجز، فتترسل في البورتال سوري في البالمونري ارتري صغننين يقفلها يعمل بالمونري ارتري فايبروزس and right sided heart ايه failure. الله ينور. نفس الكومبليكيشن بالظبط بتحصل في الشيستوزوما هيماتوبيوم، بس الفرق ايه؟
ان انا ما عنديش بورتال هايبرتنشن بيحصل، لا ده الهيماتوبيوم البيضه بتاعتها قاعده حوالين اليورينري بلادر اللي انا اصلا سيستميك سيركيليشن، فبتسرح مع الفينوس درينج اللي طالع من اليورينري بلادر يروح على طول على الرايت سايد اوف ذا هارت. ما عنديش بقى قصه البورتال هايبرتنشن والبورتو سيستميك شنت مش موجوده، لان انا كده كده الهيماتوبيوم موجوده حوالين اليورينري بلادر اللي هي اصلا سيستميك سيركيليشن، فكده كده الفينوس درينج اللي طالع من المثانه بيروح على الرايت سايد اوف ذا هارت يوم رايح على الايه بورتال البالمونري ارتري سوري، ويعمل فايبروزس ويعمل رايت سايد اوف ذا هارت فيلو. يبقى نفس الكومبليكيشن اللي بتحصل بس الفرق في اتجاه مسار الايه الاكس بس كده. يبقى طالما انا بتكلم في منسوني في اللي هي بتبقى موجوده في البورتال سيركيليشن، لازم عشان تتحرك للسيستميك سيركيليشن يحصل الايه الحدث المهم اللي هو البالمونري سوري اللي هو الايه معلش بالمونري وبورتال بيدخلوا في بعض، اللي هو ايه يا شباب اللي هو البورتال هايبرتنشن عشان تروح للسيستميك اللي هي من ضمنها البالمونري ارتري. تمام كده، كلام جميل قوي. الكلينيكال بيكتشر ساينز والسيمبتومز اللي هيجي يشتكي بيها العيان بتاع الكور بالمونال مش مشروحه هنا، بس هتلاقوها مشروحه تحت في الهيماتوبيا. خلي بالنا ايه كمان عندي، انيميا كل الشيستوزومات اللي هم مين عندي، هيماتوبيوم ومنسوني واحدة تالتة جابونيكا ما ننسهاش عشان فيها حاجة مهمة قوي في النيورو هنقولها دلوقتي، كلهم بيعملوا انيميا. نورها ايه؟ نورمو نورو نورموسيتك نورموكروميك. ليه يا عم؟ الانسان اللي جاي بالمنسوني ده عنده تنزمس وديزنتري وعنده ابدومينال بين وعنده بليدنج بيحصل، عنده حاجات كتير قوي مقريفة، وبصي على اخر هياكل ليه نفسي ياكل؟ اجابة لا طبعا. فعندي سبب من اسباب الانيميا مال نيوتريشن بلس كمان امبيرد، ده هيأثر لي على الامبيرد تشايلد هود ديفلوبمنت ماشي، والجروث بقى والكلام ده كله. تاني حاجه موست اوف انيميا از انيميا اوف انفلاميشن اللي هي نورمال، لان انا عندي كرونيك انفلاميشن موجود في الجسم بلس كمان الاكز اللي نازله عماله بتجرح وبتنزل بلاد في الستول او في اليورين بلاد لوس، ده برده بيعمل لي انيميا. فده الايه الانيميا اللي بتحصل في كل الانواع، يعني مفيش حاجه خاصه بدوده معينه. تالت حاجه نيوروشيستوزومايسيس، عنوان مهم جدا في الام سي كيو هو والجلوميرولونفرايتس، بس جلوميرولونفرايتس هنا بيتكلم عنها كلمتين. ليه؟ لان احنا هنشرحها بالتفصيل الممل تحت وهنقول النقط اللي بتيجي في الام سي كيو في الهيماتوبيوم. ليه؟ لان الهيماتوبيوم دي بتاعت اليورينري بلادر والكيدني واليوريتر، يعني افكشن للكيدني اكتر واوضح فين في الهيماتوبيوم. ده بيجي عليها اصلا سؤال مهم قوي، الايرلي سوما هيماتوبيوم مانيفيستاشن هي جلوميرولونفرايتس، لان انا عند المثانه قريبه جدا من الكيدني فوق، انما هنا في المنسوني لا، يعني بيحصل ماشي جلوميرولونفرايتس بس مش مهم قوي. طب خلينا الاول في النيوروشيستوماسيس. نيورو بقى انا بتكلم في ايه؟ سي ان اس. سي ان اس اللي هو عباره عن ايه؟ برين ونازل منه سباينال كورد. اللي جاب البيضه هنا هو ايه؟ اللي جاب البيضه هنا مش احنا قلنا يا جماعه راحت للسيستميك سيركيليشن هتروح لللنج قلناها والهارت ماشي، وهتروح للسي ان اس. تمام، هتعمل ايه؟ هتعمل نيوروشيستوزومايسيس تيجي في الام اس كيو. تمام، ايه اللي بيحصل يا عم؟ اكتوبيك اوفا. اكتوبيك ليه؟ لان الاوفا او البيض ده مكانه في الانفيرو ميزنتريك فين، اللي جابك في النيورو يبقى ده مكان غير طبيعي، على طول بقول عليها اكتوبيك اكس او اوفا، بيروحوا للسي ان اس. ازاي؟ عن طريق انستوموزس كونكشن ما بين الايه الانفيرو فينا كافا او ماشي اللمبر فينس من ضمن التريبيوتس انفيرو فينا كافا ومش عارفه ايه ماشي. المهم يعني انها روحت للسيستميك سيركيليشن وخلاص، هتروح تديبوزيت في السي ان اس، تعمل ايه؟ هتعمل انفلاميشن وجرانيلوما فورميشن. طب انا عندي المكان اللي موجود فيه برين وسباينال كورد على القد، هجيب بيضه احطها ويجي اميون سيلز تتعارك معاها ويحصل انفلاميشن واديما وكل ده، هيعمل ايه؟ هيزود الضغط لان المكان جوه مش مستحمل. يبقى يعمل لي ايه؟ هيعمل لي في البرين حاجه اسمها increased intracranial pressure. تمام، ويعمل لي في سباينال كورد، يضغط على سباينال كورد نفسه يعمل لي مايلوباسي، ويضغط على الروتس. مش انا عندي السباينال كورد ده طالع منه نيرف روتس كده بتروح بقى بريفرال نيرفز، لما اضغط على الروتس بتاعت النيرفز دي بسميها الراديكيلوباسي. يبقى انا بتكلم عموما عن النيوروشيستوزومايسيس ان انا عندي انكريس في البريشر وبيضغط على الحته اللي هي موجوده فيها. عندي هنا حته في غايه الاهميه مهمه قوي في الامتحان،
الشيستوزوما جابونيكم هنا لوحدها تختلف عن الاثنين التانيين المانسوني والهيماتوبيوم في ايه؟ في انه البيضه بتاعه الشيستوزوما جابونيكم لو فاكرين ان هي لو قارنتي حجمها كده ما بين البيض التاني اصغر، اصغر بيضه فيها هي الشيستوزوما ايه جابونيكم. فلما تيجي تقعد في السباينال كورد سهل جدا انها تطلع فوق في الايه، في البرين، في السيريبرال كورتكس كمان. يبقى ديو تو سمول سايز اوف جابونيكم بيسهل رحلتها ان هي تطلع عند البرين فوق، تمام، تعمل السيربرال شيستوزومايسيس. وطبعا ايه الوايت ماتر بقى وبيزن جاي، المهم يعني ان البيضه الوحيده اللي بتقدر تطلع للبرين عشان حجمها صغير هي بتاعه الجابونيكم. وتجيلي بقى بحاجات النيورو مانيفيستاشنز مش عاملينها دلوقتي، انما البيضتين التانيين بيبقوا مور كوملي ايه، لا مور كوملي قاعدين في اللامبو سيكرال ريجن عند حته الايه سباينال كورد، يعني ناحيه اللامبو سيكرال اللي هي الفقرات القطنيه والعجزيه، يعني في اخر العمود الفقري من تحت، ما يقدروش يوصلوا للبرين. ليه؟ عشان بيضهم كبير. Neuroschistosomiasis is most severe clinical syndrome associated with schistosoma infection. ماشي، ودي من ضمن اسباب cause of death، لان once في بيضه جوه في البرين مين جراح بيردوش يعملوا العمليه دي، يعني ان هم يخشوا يشيلوا البيض ما فيش حد، يعني ما فيش كده، فبيفضل لحد ما يموت، تمام. فعشان كده قلنا ال major serious complications due to the egg مش الادلتس. على فكره هيجي لي بيشنت بايه؟ والله لو انا طلعت في البرين زي الجابونيكم هتزود الضغط داخل الدماغ اللي هو انكريز انتراكرانيال بريشر، بيجي بقى باعراض الفوميتنج والهيدك والبلرد فيجن، الترياد بتاع الانكريز انتراكرانيال بريشر. لو انا البطين التانيين هيماتوبيوم مانسوني بضغط على سباينال كورد نفسه اعمل مايلوباثي، تمام، واعمل راديكيلوباثي اكوردنج للنيرف اللي انا بضغط عليه، فيجي لي بيشنت بويكنس مثلا في الاربع اطراف ابر ولور ليمبس، او يجي لي في اللور ليمبس بس اكوردنج بقى للحته اللي انا ضغطت عليها. كمان يجي له بلادر ديسفانكشن بقى، حاجات بقى ايه كودا اكواينا وكده، يعني حاجات نيورو اكتر. لو انا ضغطت على الحته اللي تحت مثلا من سباينال كورد يجي له حاجه اسمها كودا اكواينا سيندروم، من ضمنها ان هو بيكون عنده بلادر ديسفانكشن. خلاص، من ضمن الحاجات اللي هروح للسيستميك سيركيوليشن هي الكيدني، فاعمل حاجه اسمها جلوميرولو نيفرايتس، يعني انفلاميشن في الكيدني وجلوميرولاي اللي هي برضو موجوده في الكيدني. ايه هو الباثولوجي اللي بيحصل يا شباب؟ بروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس. ليه؟ خلي بالنا بقى الحته دي مهمه جدا وهشرحها لكم تحت ان شاء الله مع الشيستوزوما هيماتوبيوم اكتر، بس خلينا عارفين ايه السبب في جلوميرولونيفرايتس مش البيضه، لا due to the position immune complex. ما هو الكومبلكس؟ كومبلكس يعني حاجتين مسكوا في بعض، اللي هما مين يا جماعه؟ اللي هو الانتي بودي اللي كونه الجسم ضد الانجين بتاع البيضه وليس البيضه، يعني يمسكوا في بعض الكومبلكس ويروح يلف في الدم يترصف في اي حته بقى، يروح يترصف في كدني عيني، تيجي المناعه تحدف على الكومبلكس ده قنبله، طبعا هي مش بتنشن هي بتضبش، يعني تحدف حبه ايه قنابل على الكدني تعمل جلوميرولونيفرايتس. فدي بتبقى من نوع البروليفراتيف، لان الجلوميرولونيفرايتس طبعا في البطن ان شاء الله تاخده 100 انواع، تمام. هنعرف ان شاء الله في الهيماتوبيوم خبر سعيد انه لا مش ان الدرس ملغي، عشان انا عارفه بتيجي في دماغكم مخيلات ايه الدرس اتلغى، الدرس مش عارفه حصل ايه. لا، خبر سعيد ان موست كيسز اللي بيكون جلوميرولونيفرايتس ديو تو شيستوزوما بيبقى سبونتينيوس ريكفري وبيخفوا لوحدهم الحمد لله، وبدون يعني مش لازم علاج او ما بيحصلش مثلا رينال فيلر لا قدر الله. ليه؟ لان سببها زي ما قلنا مش البيضه، ده سببها كومبلكس، واي كومبلكس في الدنيا نهايته على ايد مين؟ ماكروفاج، تيجي تبلعه وخلصنا، تمام. مش البيضه موجوده وعماله بتعمل فايبروزس، لا لا لا، هي بسبب الكومبلكس. فنعرف ان الايه البروجنوزس بتاعها حلو. يعني ايه بروجنوزس حلو؟ يعني نسبه الشفاء الحمد لله بتكون عاليه، ما بيحصلش عندي اورجان فيلور. نيجي بقى لاول ايفنت اصلا المفروض ان هو بيحصل، هو هيباتو سبلينيك شيستوزومايسيس. اتفقنا مع بعض انه طيب انا بس بتاكد انه انا قلت ايه، قلت كل النوتس اللي انا كتباها عندي في الورقه عشان نبقى غطينا كل حاجه ان شاء الله. اتفقنا ان هم زمان كانوا بيسموها ايه بالهارزيا الهيباتيك فايبروزس، عشان الفايبروزس اللي بيحصل في البورتال ترياد في الميزنكايم يعني في الكونكتيف تيشو، فقال لك هنسميها ايه بالهارزيا الهيباتيك فايبروزس. قال لك لا لا لا، ده انت عندك لما السكه بتتقفل في الكبد بيروح الدم على الطحال على طول،
في عكس الاتجاه اهو، هو السكه وقفت هنا هيمشي من البورتال فين على السبلينك فين، يبقى السبين از انجورجد وذ بلاد، يعني مليان دم كتير جدا، فبيحصل ايه؟ تضخم في الطحال اللي هو سبلينو ميجالي، فعشان كده سموها هيباتو سبلينك شيستوماس. بس هي نفس الفكره اللي هو موضوع ايه الفايبروزس اللي بيحصل. طيب اول حاجه بتحصل هي ايه؟ المفروض الفيميل حطت بيضها هنا والبيض المفروض كله ينزل في الوول بتاع الانتستين، ينزل في الستول. هل ده اللي بيحصل؟ الاجابه لا طبعا. قلنا شويه بيض بيبقى ترابد في الوول بتاع الانتستين ويتكاوندد جرانيلوما وخلاص، حبه منهم يردوا تاني للدم. طب انت لما ترد للدم من هنا هتمشي فين؟ همشي مع اتجاه الدم اللي هو البورتال فين، هخش عند البورتال ترياد او البورتال تراكتس، تمام، اللي هي كونكتيف تيشو، هترسب فيها، هعمل بيري بورتال فايبروز. سؤال جاء بكده في الام سي كيو، first pathologic change في الهيباتوسبلينيك شيستوزومايسيس is peripartal fibrosis، لان دي اول حاجه البيض هيترسب فيها، يحصل حواليه جرانيلوما. صوره جرانيلوما اللي شفناها فوق خلي بالكم هي مش في الهيباتوسايتس، هي في البورتال تراكتس. فالمهم يا حبايبي البيض اترسب هنا، حصل فايبروزس هنا، حصل لي peripartal fibrosis، يعني فايبروزس حوالين بيري البورتال ايه تراكت. ده اول pathological change بيحصل. عدي بقى المصايب كلها اللي هتحصل بعدها، ان الدم مش عارف يدخل عشان الحته دي اتقفلت خلاص بقى اسمنت بفايبروزس، فبالتالي هيرد تاني ايه؟ يروح على السبلين يعمل سبلينوميجالي. العالم اللي وصف الحته البتاعه دي عليكم في جارات الباثولوجي يا شباب اكيد خدتوها قبل كده، صوره الكبد بتاع ايه بتاع عبد الحليم حافظ، هو مش الليفر بتاعه، انا ما اقصدش يعني انا لما كنت اشوف الجار بتاع الليفر ده افتكر الفنان عبد الحليم حافظ، مش قصدي الكبد بتاعه يعني، مش عشان ما الناس تفهم غلط. بتلاقوا الصوره يعني منظر مميز جدا، الليفر عندي اهو، ببص على الهيباتوسايت سليمه وحمراء وزي القشطه، بس ببص على التراكتس اللي ما بين الهيباتوسايتس ببص الاقي ايه؟ في فايبروزس، حته بيضاء اسمنت كبيره جدا، وصفها عالم اسمه سيمر، فسماها ايه؟ سيمرز بايب ستيم فايبروز. بايب جاي من بايبس اللي هي مواسير المجاري، يعني لا مؤاخذه في اللفظ. ماسوره المجاري بتتميز انها كبيره وواسعه ومش مرنة كده صلبة، فقال لك البورتال تراكس دي اللي كان فيه الفينس والارتريز المفروض إيلاستيك وبيوسعوا ويضيقوا، حصل عندي فايبروزس. انسى بقى انسى، هتلاقي الحتة دي كلها اسمنت، البلاد فيسلز اللي جوه بتبقى فايبروزد وبتبقى واسعة، خلي بالكم المنظر ده شهير جدا في الصورة بتاعت الجار، فسماها سيمرز ايه؟ بايب ستيم فايبروز، اللي هو الفايبروزس اللي بيحصل اراوند البورتال تراكت. بس فلتلي السك هنا باسمنت، شكرا، الدم مش عارف يدخل، فهيحصل ايه؟ سبلينوميجالي وسوفجيال فاريسز وهيمورويدز والكابوت ميدوزا والحاجات اللي احنا قلناها كلها، عن طريق ايه؟ اتفتحت عندي البورتو كيفال شانس. يعني ايه بورتو هي مش اسمها بورتو سيستميك؟ ايوه يا جماعه ده اسم تاني، بورتو سيركيليشن، كيفال جاي من انفيريور فينا كافا اللي هو تبع السيستميك سيركيليشن، فانا سواء بقول بورتو كيفال شانت او بورتو سيستميك شانت هيها بس عشان ايه الناس اللي بتتخض. بس كده يلا بينا نقرا الكلام. early inflammation hepatic schistosoma characterized by ايه؟ هو الدم اللي داخل ده في حبه بورتال تراكس اتقفلوا بس في حبه لسه فاتحين، فهيدخل لهم دم زياده عن اللزوم، يحصل ايه؟ congestion وهيباتوميجالي. هاجي انا بقى بالبالبيشن في كلينيكال البطنه، هحس على بطنه ده الكبد نازل تحت، بيبقى نازل تحت خالص في البطن، هيباتو ايه؟ ميجالي with or without splenomegaly، لسه السبلين ما حصلوش حاجه، يبقى اول حاجه بتحصل عندي هيباتو ميجالي. ليفر از انلارجد ليه يا عم؟ عشان الكونجيشن بالبلد، حبه بحبه فيرذر اكس يجوا يترسبوا يقفل لي كل السكك، فيعمل لي فايبروزس. طب فايبروزس في اي اورجن؟ لا بيبقى اكستنسيف فايبروزس، هيعمل لي ايه؟ شرينكج في الاورجن، لان السكك كلها اتقفلت مفيش دم اصلا داخل الليفر فهيكش. ونخلي بالنا ده مش سيروزس، بريبورتال فايبروزس حاجه وسيروز حاجه تانية. السيروز ده اللي هو ايه؟ تليف الكبد ديو تو فايبروزس اوف الهيباتوسايتس نفسها، حصل دامج معينه للهيباتوسايت، حصل هيلينج. الليفر لما بيجي هيل بيعمل ايه؟ حاجه اسمها ريجينيريتيف نودولز، كور كده، كور كتير قوي، ريجينريشن. بس الريجينريشن ده هيخلق لي هيباتوسايتس جديده غير اللي اتكسرت او غير اللي اتدمرت؟ لا، ده هيبقى فايبروزس بعد كده، هو كده كده هيحصل فايبروزس بس بيحصل على مراحل. طب انا هنا فتحت بقي وقلت ان الاكس دي بتاذي الهيباتوسايتس؟ لا، يبقى لما يكون البيشنت ده عنده شيستوزوما بالهريسيا يعني
وعنده هيباتايتس بي. هيباتايتس بي هيجي يخش تك 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 يدمر كل الهيباتوسايتس يعمل لي سيروز، بس كمان الشيستوزوما تعملي بيربورتر فايبروس. كل الكبد ده بقى حته فايبروس صغير جدا بيبقى شرانكن، تمام؟ وبيحصل ايه بقى؟ الدم كله واقف هنا للاسف، بورتال فين بيبقى كونجستد بالبلد. يبقى دي اول مرحله ان انا عندي جاست هيباتو ميجالي ديو تو كونجيشن ايه وذ بلد. المرحله الثانيه ايه اللي هيحصل؟ سكك كتير تتقفل اكتر، خلاص ما بقاش في دم داخل هنا، يرد يروح على السبلين، يبقى هيباتو سبلين وميجالي الاثنين بقى فيهم ميجالي. حبه بحبه الفايبروزيس يزيد اكتر والاورجن الليفر يبقى ايه شرانكن، ها، ويبقى مين بس الكبير السبلين وميجالي عشان الدم اللي رايح له كتير. طبعا كلنا عارفين ان الطحال ده ايه وظيفته يا شباب، وظايف كتيره طبعا. ده من ضمن حاجه اسمها الريتيكولو اندوثيليال سيستم، تمام، من ضمنها السبلين. ايه وظيفته؟ ان هو بيعدي يعني بيفلتر الدم كله بتاع الجسم. لما يلاقي ايجد ار بي سيز عدت اللايف سبان مثلا هيباتيك ارتري اللي هو جايب الدم اللي هيدخل الهيباتوسايت